خولة خولة وين راحت؟ أمي وين راحت خولة؟ ما أدري، خلصت الرسمة اللي أنا موصلها عليها؟ أختك يما من العصر طلعت مع أخوها. وين راحوا؟ ما قالوا. كان ما تورطني مع البدري، صار أسبوع موصلها وكل يوم تقول لي باكر وباكر. أظن ننجح يا راشد. النجاح والفشل مو بيدنا، المهم إن نحاول. أبغى يرجع شركة أبوي وارفع عليها لافتة عودة باسمه. أنا وخولة مثلك، نبغى نتحرر. خولة من زواجها وأنا من الحياة على الهامش. وبشنهم تأخروا؟ عادي، صار لهم 3 ساعات وإحنا ننطرهم وأنت تقول لي عادي؟ حريمه في الصالون حتى يتمون 6 ساعات ترى. شو نسوي؟ خلني أنزل وأشوفهم. لا لا، إيش حقه تصير؟ اتصل بأختك أحسن. أطلب لك شيء؟ لا، خلني أسمع الأغنية. هلا هلا نورة، حي الله الصوت، حي الله القاطعة، حي الله لدبي. شو أخبارك يا فهد؟ أنا بخير، مشتاق لك ومشتاق لدبي. من قلبك هالكلام؟ أكيد من قلبي. أخاف تجاملني. أنا ما جاملك يا نورة، أنا أحبك وأبغي أتزوجك. تحبني وقلبك جاسي كذي؟ قلت لك مستعد أسوي أي شيء تطلبينه، إلا أنك تعيشين في بلد وأنا في بلد. كأنك حطيت حد حق علاقتنا. أنت اللي وصلتينا لطريق مسدود. أنا؟ أنا ما أقدر أربطك معي أكثر من كذي يا فهد. شو قايل؟ قصدي أنك في حل من أي كلمة أو وعد قطعت لي. نورة، نورة، أنت تعرفين شو تقولين؟ فهد أرجوك، خلنا نحسم الموضوع علشان نرتاح. نرتاح؟ إيه نرتاح. السلامة. متى قلتي له؟ انت مينونه؟ انت تسرحتي وايد يا نوره. انا ما لومك، بس اقول لك انك تسرحتي.
أوكي أوكي يلا باي. هذا ليش سويت كذي؟ بس إحنا ما تعرفنا إلا من مدة بسيطة. بس كانت كافية إني أعرف شخصيتك وأعرف تضحيتك وأعرف. ما بيك تتسرع، أنا عايشة فترة فراغ، محتاجة لشخص يوقف معاي ويخفف عني ويواسيني، بس هذا مو حب. وأنا راضي، وأنا ما بطلب منك إلا أنك تتصلين في فهد وتتكلمين وياه، وإذا قبل بشروطي زوجي وخلي يضحي سنتين ثلاث لين تتعدل ظروفك، وبعدين روحي وياه وين ما تبغين تروحين وياه، وهذا حقك، بس من حقك أنه يراعي ظروفك. بفكر. أرجوك، الموضوع ما يبغي له تفكير، وعديني أنك تتصلين فيه الليلة. أرجوك. نورا شفيك؟ نورا نورا أنا ليش ما سمعيني؟ كنت في الحمام. تعالي ما طالع التلفزيون، ما أدري إيش فيه ما يطلع محطات. إن شاء الله. إنزين شو نسوي الحين؟ الحين تدشون الحفلة وترزون ويهكم قدام البنات والحريم عشان يشوفون فساتينكم. تبون ندخل من غير دعوات؟ وتشوفون السكرتي ترزين الفندق؟ هذا غير اللي واقفين عند الباب. بس انتوا لازم تدخلون عشان تعرضون الفساتين. إنزين صيروا تفاهموا ويا اللي واقفين عند الباب عقب ندخل. ايش قايل يعني نتفاهم وياهم؟ لازم في طريقة، فكروا معي. لم يعد الطريق سالكا، أصبح وعرا تملأه الأشواك، لم يعد طريقا للحب والأحلام، بل نفقا للمخاوف. ها؟ خلصت؟ ايه تقريبا خلصت. وين تبغى نسير؟ والله ما في مكان في راسي، يعني وين ما تبغي ودي. زين ايش رايك اوديك مكان جديد؟ وين؟ مكان ما كنت رحت له قبل. متاكد؟ ايش بلاك مو مصدقني؟ لا مصدق، بس ما اقدر اسهر. تخاف من زوجتك؟ انا انسان حر طليق، اسير وين ما ابغي والوقت اللي انا ابغيه. انت ايش بلاك؟ خسرت بيتك وخسرت زوجتك، شو تبغي تخسر اكثر؟ اسمك؟ سمعتك؟ عبد الله، عبد الله ايش بلاك؟ انا توني بخسر كل شيء؟ انا خسرت كل شيء من زمان يا علي،
وما أقدر أعوض كل اللي خسرته. تبغي تعرف ليش سارة هدتني؟ والمهم أنا أعرف، المهم أنت تعرف. سارة هدتني يا علي لأني إنسان مريض، إنسان عاجز. وتظن أن السهر والشرب بيعوضونك؟ أنت إنسان مخلوق من نكد، وأنا ما أحب النكد وخصوصا في الليل. أنا سارة بدل ثيابي وراجع. تبغى تي وياي حياك، ما تبغى تي وياي سير عند زوجتك فكني. سير 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 بدل سير. نعم. أنا تعبان يا سمية، تعبان وأبغى أتكلم وياك شوية. قول إيش عندك. أبغى أشوفك الحين. أرجوك، أنا محتاجة لأتكلم يا حد. الحين أنا ما أقدر أطلع من البيت، لا تحاول معي. أنا حاس بالذنب، الشعور هذا ذابحني، ما مخليني حتى أنام. يا عبد الله، قلت لك اني انا سامحتك، سامحتك وخلي عنك هالشعور عاد. وهذا اللي معذبني اكثر، خليني احس ان انسان وضيع مالي قيمه. انا ظلمتك وبكفر عن غلطتي. ارجوك يا سمية ساعديني. ارجوك. أنا قلت إن هالمشروع فاشل، فاشل بمعنى الكلمة. أكيد في شيء غلط يا سالم، عطنا فرصة نفكر. الحين تبغى تفكر؟ كان فكرت من الأول، كان عرفت إن هالمشروع فاشل وإن تعبنا كله بيروح خسارة. الناس ما تبغي فن، الناس تبغي تستانس، الناس تبغي تفرفش، الناس تبغي تلهى. يلا يا خوله خلنا نسير. بوصلكم. بسير بروحنا احسن. يلا يا خوله. يلا خلنا ندخل البيت. دخلي داخل، بوقف برا شوي. ليش واقفه؟ دخلي داخل. Thank you.
أنا حاس إن في شيء غلط. بعض البنات كانوا يطالعونا بس ما قدرنا نعرف رأيهم في الفساتين. أنا بقول لك. شو؟ كل واحدة في الحفلة تحس إن هي الأجمل والأحلى، وإن الفستان اللي تلبسها هو أحلى فستان. عدل. يعني حتى لو كانت فساتيننا أحلى الفساتين، ما حد بيه بيقول لكم إن فساتيننا هم الأحلى، خصوصاً إنك أنتي وميثا غرب وما حد يعرفكم. صحيح. هذا هو الخطأ. الخطأ إن نحن اخترنا مكان غير مناسب، على الأقل من ناحية النفسية لعرض الفساتين. عيل وين نقدر نعرضهم؟ هذا هو السؤال المهم. وين نقدر نعرضهم؟ وينكم؟ ايش فيكم تاخرتوا؟ ماشي، خلصنا شغلنا ودخلنا السينما وفي الطلعه ما حصلنا تاكسي. زين شلون اتصلتوا فيني؟ انا بايكم. ما بغينا نكلف عليك نوره. يلا تصبحون على خير. تصبح على خير. وانت من اهله. زعلانه؟ باكر انا بروح الشغل وبحاول معاهم علشان يعطوني قرض، اكيد بيوافقون لان المبلغ اقل. لا تكلفين على نفسك يا نورة، يكفيك مشاكل البيت. وانتي من الاشياء المهمه اللي في البيت. يلا تصبحين. وانتي من ألو؟ ورقتي؟ لا فكري؟ مو قادر أركز على شيء، أحس نفسي في دوامة. وأنا بصراحة يالس ألوم نفسي. على شنو؟ على أني ما عرفتك من قبل. هالشي مو بيدك. يتخيل لي شفتك من قبل، شفتك مكان، وكان المفروض أتكلم معك بس ترددت. أنت تتوهم يا خالد. صدقيني ما أتوهم يا نورة، أنا متأكد أني شفتك مكان. تمت صورتك تلاحقني مدة طويلة، قررت أكلمك أول ما شوفتك بس للأسف ما شفتك أبد، وضاعت منا فرصة، والحين مستحيل مستحيل أخليك تضيعي مني مرة ثانية. خالد ايش فيك؟ أنت تبالغ؟ يا ليت أقدر أخذ موافقتك على الزواج. صباح الخير. صباح النور. أشوفك يا مبكر على غير العادة. صدقيني أنا راقد الساعة 9:30 والوالدة صحتني 5:30 الصبح الفجر على الريج. إن شاء الله كل يوم تقعدك الساعة 5 بعد. أمي ما يفوتها فرض، والمصباح دايما في ديها، ودايما تدعي لي بالذرية الصالحة. إن شاء الله الله يرزق. أقول لو تكلمين نورة عن طيبة أمي، لك هدية غالية عندي. تبيني أكلم نورة عن أمك؟ لا، قولي لها أم إسماعيل تدعي لك وتكونين إن شاء الله من نصيب ولدها. قصدك أخطبها لك؟
لا انا من زمان احبها وشرط البي لها كل طلباتها واحطها بعيوني هذه وهذه، وانا ما بنسى لك الخدمه هاي طول العمر، وبايب لك هديه احسن هديه بعد. يلا نورة ما رحت الشغل يما؟ الحين بابا خدتي على خاطرك مني يا بنيتي، أفعلت يا يما وأنا أقدر أزعل منك؟ إحنا يا يما كلنا خايفين عليك من الكلام اللي عور القلب، أدري يا يما بس انت تعرفين، بس الناس ما يعرفونك، الناس ما لهم الا الظاهر. خولة راحت من ساعة، كان ودي اني كل يوم اوصلها الشغل علشان ما يتعرض لها منصور. طلقتوها ولا بعدكم؟ شبرك حقا تطالعون بعض ما تردون تكلموا وقولوا شيء؟ ايش تبي تقول يا سلطان؟ اقول ما يخصكم في البنية، لا تشجعونها على الطلاق، خلوها عايشة في بيت رجيلة احسن لها. واذا هي ما تبي نجبرها؟ عائلتي تبغينها تيجي هني وتصف وياك في البيت؟ نعم تبغين اختك تستوي مثلك. يما انا رايح الشغل. اوكي انا كلمت صدقنا ما تستحي وي هذه انتوا بعدين وياكم وتاليتها. احنا كل ما نقول تقدم قدام خطوه ترجعونا ورا السنه، شو اسوي فيكم؟ شو اسوي فيكم؟ بروح اجيب لك شاي. انا ما ابغى شاي. ابو بشار يتريى مني كلمه، عقل بنتك احسن لك. ضربت فيكم من عايره. بس أنا قايلة حق أمي إذا احتجتوا أي شيء قولولي. أنا أدري أدري إن هذا كله من نورة، حتى الأربعين ألف ما أدري من وين مدبرتنهم. أمي دبرتهم من وين؟ ما أدري، حتى ما تبغى تقولي من وين. مسكينة أمي. نطري شوي بروح أبدل وبرجع لك. انت بعد اليوم جاي متأخرة؟ انا اسفة رحت اشتري اغراض حق البيت. بيتكم قصرت لنا اغراض؟ بيتكم قصر لنا الريال؟ اخواني محمد وراشد موجودين. ليش؟ انا مو بطارس عينك. انت عندك زوجتك وعيالك. انت من هو الريال اللي كل يوم يجي الشركة؟ زباين الشركة وايد عن اذنك. بعد لبستني. سالم لحظة يا سالم، إذا سالم لا تستعين سالم، نحن ما اخترنا المكان المناسب. هذه فكرتك وانت اللي اخترت المكان.
زين غلطان؟ اعترف اني انا غلط، كان المفروض نختار مكان احسن عن كذي. وين مثلا؟ سوق الجمعة؟ ارجوك يا سالم عطنا فرصة. قلت لك هالمشروع فاشل. كل المشاريع التجارية في الدنيا تواجه صعوبات، وانت تدري احنا كان لازم تكون عندنا ثقة بنفسنا وبشغلنا، لازم نقتنع باللي نحن نسويه. يعني خلينا نجرب مرة ثانية. شنو في راسك؟ خلنا نسمع. في شيء بس ما بقول لك قبل لا أتأكد. آخر مرة أنا معاك، آخر مرة، وعقبها ما بتشوف رقعت وجهي. هذه أحلى فرصة بتعطيني إياها. تفضلي كملي علويات والباقي لك. كم فيهم؟ لما بتفتحينه بتعرفين. بس اخاف ريلك. ما عليك من ريلي، المهم نفتك من هالحيوان اللي ورطتي نفسك وياه. اذا سالوني شو اقول لهم؟ قولي لهم اختي عطتني الفلوس، ولا انا الحين صرت غريبه؟ لا يا امل، بس انت تعرفين نوره. انزين اعطي الفلوس حق امي وخلي امي تتصرف، وما لها داعي تقولون حق نوره. انا ما جيتك الا يوم انها هي قالت بتصير تتسلف من شغلها. هالبنيه هذه بتجنني، انا ماني عارفه ليش تحب تعذب نفسها. اوف استغفر الله العظيم يا ربي. جيمت مره واحده تراها قديمه. بس قديمة؟ صار لها أكثر من 30 سنة. ومتى إن شاء الله بتشلون خلاقينكم وبتطلعون من هالبيت؟ أنا متفاهم يا سلطان. سلطان؟ سلطان ما له كلام، الكلام وياي أنا. كيف يعني الكلام وياك أنتي؟ من ياري؟ البيت هذا أنا مأجرتنه من عند سلطان. كيف تروغون العمال وأنا حاطتنهم هني؟ يلا شلوا هالإعلام هذا مالكم وظهروا. بس البيت هذا مو بيت سلطان بروحه. صرت فاهم ويا أخوك، أنا مأجر البيت من عنده. اسمعوني زين، عندكم مهلة يومين تطلعون من هالبيت ولا ببلغ الشرطة. من هي الضبعة هذه؟ هذه مرت أخوي سلطان. خلها تولي ويولي سلطان فوقها، ما بقى إلا هذه تطردنا. مطرش علي حرمتك؟ ما بعيب عليك؟ عيب عليك انت تكلم اخوك العود كذا. انا ما طرشتها، هي اللي جت من كيف هناك. هذا انت تدري بالموضوع. يعني انتوا تطردون عمالها من البيت وتبغونها تسكت؟ شوف سلطان، اذا اشتكت في الشرطه مثل ما تدعي تراني بطالبك بنص ايجارات البيت عن السنوات اللي راحت. ايجارات؟ اي ايجارات؟ وترى يتم منها شيء؟ الله وكيلك شهريا اصرف على التصليحات، بيت خربان، شو تتريا من وراء؟ على يود حرمتك ولا تخليها تصوب البيت، أحسن لك وأحسن لها. تهددني؟ تهددني أنا يا رشود؟ أنت تهددني؟ طلع لك حس الحين؟ لا وتبغي تطلق خواتك من ريايلهن بعد؟ ما عليه، ما عليه يا رشود. هين ما عليه. وين رحت يا يما من الصبح؟ ظنيتك في الحضانة؟ ما رحت الحضانة،
هذه فلوس. من وين؟ أمل. رحتي حق أمل؟ شو اللي ودوك لها يا يما؟ تبين تفضحين عند اختك؟ يما أمل أختي، بس والله العظيم إني ما طلبت منها ولا فلس. الحين أنا عرفت أنت ليش رايحة عندها. يما اللي متى بنتم زعلاني منها؟ بعدين أكيد زوجة الريال اللي تحبه وأكيد مستانسة معاه. ليه متى بنتم زعلانين؟ ترى في النهاية هي أختنا. إي بس تعرفين يا يما، إذا عرفت نورة إنك خدتي فلوس من عند أختك، إيش بتسوي؟ لا تقولي لها، وبعدين الفلوس هاي لي وأنا اللي محتاجة. زين، وإذا سألتني شو أقول لها؟ قولي لها إنك دبرتيها مثل اللي دبرتيها من قبل. لحظة سمية، أرجوك قلت لي الحين زعلانة مني. هو صار شيء يزعل؟ عارف حقي يوم شفتيني سويت نفسك ما تعرفيني. لأن وقفتك هني غلط. سمية أرجوك أنا آسف، بس أنا عيست أنا أتصل فيك أنت ما تردين علي، قلت أكيد زعلانة. قلت لك مو بزعلانة، أنا محتاجة أتكلم معك. أرجوك أعطيني فرصة ولو مرة واحدة بس. أسلوب المطاردة ووقفتك قدام بيتنا بالليل هذا أكبر غلط. أنا بعرف أنا أحس نفسي إني ضايع يا سمية، تتشفيك حتى وقفتنا هني غلط. زين أكلمك اليوم العصر. اليوم شفت قطعة أرض معروضة للبيع. شلون شريتها؟ لا سعرها وايد مبالغ فيه. وي ما تدري هالايام الاراضي كل اسعارها مرتفعه. روح ها تابع سوق العقار. طبعا متابعه. نسيتي اني زوجتك؟ انت سحبتي مبلغ من البنك اليوم؟ اي سحبت 25,000 درهم. أختي كانت محتاجة وعطيتها. بس المبلغ وايد عود، ما كان المفروض أنك تخبريني؟ حبيبي أنت قلت لي خلي البطاقة عندك ومتى ما بغيتي تسحبين سحبي. قلت لك سحبي بس مو بمبلغ هالكبر وبدون ما يكون بعلمي. لا تخافين ان شاء الله اليوم بنخلص. خايفه بعد يرد يسوي له سالفه. منصور يبغي له فلوس يا خوله، ما يبغي شيء ثاني. عديتهم عدل؟ عديتهم 3 مرات. لا تخافين، صاير كل شيء في ايده، متحكم فيني ميودني من رقبتي. ان شاء الله بتفتكين اليوم يا خوله، ان شاء الله بتفتكين. اذا الزواج كذي ما بفكر اتزوج مره ثانيه، لو يكون من يكون. كاملين؟ نسيت أخبركم عن 2000 درهم. شو؟ أي 2000 درهم بعد؟ خلاص متنازل عنهم لكم. يلا خلينا نروح عند القاضي عشان نطلق من غير رجعة. ما ودي لحد أنا باها. وهي ما تبيك، يلا أمشوا فكنا. أدري بكم ما دانوني، اللي تزوجت غصبا عنكم. يلا بغيت أسير وياهم بس خفت يزعلون، خفت يقولون اني انا يا سلع حقهم. ان شاء الله بيخلصون وبيفكون من هالسالفه. بس شو ذنب خوله سايره راده من المحكمه؟ ما يستحي على وجه هذا، ما يخيل شو ذنبها؟ لو هي اخته بيرضى يبهذلها كذي؟ لا اكيد ما بيرضى. والله يا خالتي ان ما طلقها بسير للقهوه بحرقها باللي فيها. ايش فيك انت؟ ايش لك فيه وفي قهوته؟ خلي ولي، هذا إنسان عوي لا من خيره ولا من شره. بعض الأوادم ما ينفع وياهم إلا كذي، ما تنفع وياهم الطيبة. منصوره واحد منهم. الله ياخذ حقنا مني يا يمه. والله يا خالتي أول ما يطلقها
بسوي لكم حفلة باربكو عند برج العرب. أوه، برج العرب مرة واحدة؟ ها يعني على البلاش منك عند هذا شو اسمه؟ بلاش يعني؟ لا خالتي، على البلاش يعني بالفرنسي سيفة ساحل هناك سوي ونسوي نجيب شواية وسوي تكة وكباب، بس شرط أنت تين خالتي. والله إنك بتفرغ يا نوح. خل خولة تستأنس وتشيل الهم اللي جالس على قلبها. الله يسمع منك يا نوح. خالتي عاد سامحيني، أنا ما رمى وديت وياي السوق إلا كان بتركبين وياي في الدراجة. شو رأيك؟ أنا حاضر. إلى سز إلى ما كملت ريوقك. ما روم خالتي، بسير ترياهم برا. يا خولة لا تصيحين، أنت افتكيتي من شره. خليها يا نورة، خليها تطلع لي بخاطرها. منصور ما يستاهل ولا دمعة واحدة. أنا صيحة لنفسي، أهل الناس شو بيقولون عني؟ الطلاق مو بعيب، باكر إن شاء الله بيجي ولد الحلال. ما أبغي أتزوج، لا ولد حلال ولا ولد حرام. خلاص يا خولة لا تتزوجين، بس أنت أهم شيء لا تضايقين عمرك. ما أخذ نوع أحسن لي. بصراحة هو وده اليوم قبل باكر. ما حطيتي لك صحن. تغديت قبلك. زعلتي؟ ولا ايش ازعل؟ بس المفروض اني ما صدقك. بل 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 بل. ما تصدقيني عاد الدرجة؟ انت مزاجي، في اشياء وايد مضايقتك بس ما تبي تقولي. يوه حللتي شخصيتي ما شاء الله عليك. ليش؟ نسيت اني دارسه على النفس؟ لا ما نسيت، وايضا بعد ما نسيت اني انا زعلتك وانا اسف. عشان ما خسرك بيزاتك اكثر من كذي. امول انت عارفه اني انا وحلالي وكل مالي تحت امرك، بس عاد المشكله ان انا احب اني اعرف كل صغيره وكبيره تصير، وخصوصا سالفه السحب، يعني تعودت شي بشغلي. بس انت غير عن الشغل، انت شيء ثاني. أرجو تقبلين اعتذاري وأنا آسف. تفضلي. ما أقدر عليك. تقلبك أنا. يلسي أنا بيب صحنك. يلا يلسي. أتغدى بروحي. هيا أخذت. انت اي انا شو تبغي بعد يا هني؟ ابغي خوله توقع لها الورقه.